السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، أحييكم وأدعوكم للتواصل معنا عبر حلقة جديدة من برنامج فضاءات، نبدأها بجولة في آخر الأخبار والإصدارات الثقافية. فريق شبابي من مدينة الموصل حمل عنوان ثورة الفن، حملوا على عاتقهم إعادة الأمل والحياة لمدينتهم المنكوبة عبر تجميلها بلوحاتهم ورسوماتهم. مزيد من التفاصيل عبر هذا التقرير. فريق ثورة الفن تأسس شهر السادس 2018، فريق فني إنساني يخص يعني يعتمد على التعايش السلمي
على حقوق المرأة، حقوق الطفل، دار الأيتام نروح عليهم نزورهم، نعطيهم مبادرات، نعطيهم دروس. بدينا بالبداية ما كان عندنا دعم كافي للمبادرات لنا، يعني بالبداية بعنا لوحاتنا عن طريق التواصل الاجتماعي، سوينا بيج لنا باسمنا، بعنا لوحاتنا وحصلنا من هذا المبلغ مبلغ بسيط. سوينا مبادرة بعيد الفطر، أول مبادرة لنا بدار الأيتام، بعدين انطلقت شوي شوية، طورنا نفسنا الحمد لله. خلال شهرين هاي تقريبا العاشر جدارية بالموصل. طلعنا رسمنا جدارية كانت صارت أطول جدارية بجانب الأيمن، هاليوم أطول، سوينا أطول جدارية بالجانب الأيسر، تقريباً طول الجدارية يعني تقريباً تجاوز 200 متر، يعني تصل 250 متر. لنا مبادرات أخرى، يعني نعتمد على دار الأيتام، نعتمد على طفل اليتيم أو حقوق المرأة، تعايش السلمي، أي شيء إنساني كله تطوعي. فريقنا كل شيء يهتم بدور المرأة بالمجتمع ودور اليتيم، ونعبر عن هذا الشيء عن طريق جدارياتنا اللي نرسمها بالجانب الأيمن والأيسر. اليوم رسمنا جدارية عن الحرية، عن التعايش السلمي، وصارنا تقريبا 4 أيام نشتغل بها. جدارية طولها 250 متر وارتفاعها تقريبا 200. لم تقف التقاليد في وجه طموحها لتتحدى بذلك الصورة النمطية عن المرأة وتصبح من الرسامات المتميزات في محافظة ذي قار. مزيد من التفاصيل عبر هذا التقرير. المعرض الشخصي الأول كان إلي بدوامي، كان عنوانه مقامات لونية، أول معرض شخصي، وكان يعني له فد نجاح واسع من قبل الطلبة والأساتذة اللي كانوا موجودين. بعدين اللوحات بديت أعرضها بهواية جمعيات ونشاطات، طلبوا من عندي إنه أعرض اللوحات اللي اشتغلتها بأول معرض إلي. من هذا المعرض حفزني إنه أبدي بعد أسوي معارض ثانية، لأنه شفت النجاح كلش حلو وأكو ناس تهتم لهيجي فن. فبلشت بعدين أرسم لوحات تختلف عن النمط الأول اللي رسمته، اللي هو البغداديات، الشناشيل. أول معرض انعرفت بهيجي نمط من الرسم. بعدين بلشت أرسم عن الخيال. المعرض الثاني اللي سويته يصادف بيوم المرأة، سميته المرأة لأن أنا كلش حيادية إلى جانب المرأة. أما المعرض الثالث اللي اشتغلته قبل فترة اللي هو بعنوان خيال، حبيت شوية أغير الرسم اللي اشتغلته. خيال كان إلي فد فكرة معينة إنه توصل للبشر عن طريقة تفكيره، عن الأشياء اللي يتخيلها من حيث حواء أو آدم، وأيضا لقى نجاح يعني كلش حلو كبير. وصلت الفكرة مالتها والحمد لله والشكر، وصل الطموح مالها ما تريده، وإن شاء الله يعني فشي عظيم أفتخر بها أنا كهي بنية وضمن المجتمع، وإحنا مجتمعنا محدود، وإذا تطورت البنية إحنا فشي هذا يزيد الإعلام والثقافة.
نحتاج من هذه الطاقات احتضانهن من خلال المؤسسات ذات العلاقة، لأن حقيقة اليوم هذه الطاقات من البنات يعانى الكثير، ما توجد أرضية خصبة حقيقة لطرح هذا المشروع الجمالي والفني. ونلاحظ نشوف قفشات هنا وهناك للبنات، يراد لهن فد أماكن خاصة يعني يمارسن إبداعاتهن وطاقاتهن. والآن إلى فقرة هذا كتابي. القصة هتيل الرحامنة، مجموعتي القصصية حكاية على ورق من زجاج، الصادرة عن دار الآن ناشرون وموزعون. نحن في زمن يتغير فيه القارئ ويتبدل فيه الواقع وتختلف احتياجاتنا، يسير على الكاتب أن يتقدم نحوهم أكثر فلا يبقى على حاله حتى لا تصبح الفجوة أكبر من حجم الحكاية، فيستبق الوقت الذي صار سريعا وأن يقدم ما نحتاجه من تخمة المشاعر المفقودة في إثارة الإحساس للحب والحياة ضمن معالجة واقعية بعيدة عن مفهوم المسطرة ومتجردة من الحواف الخشنة، وإنها بخوض التجربة بطريقة جديدة بعيدة عن النهاية السعيدة والحزينة. وهنا في تلك الحكاية ثلاثة أشياء تصنع الذاكرة وتختلق الواقع وتشكل الروح لتصير الحكاية كاملة لا يمكن إقصاء أي منها عن وجودنا واستمرارنا، وهي المدينة والفصول والجسد في تجريد الواقع بمفهوم فلسفي يسهل التصالح معه. فالفلسفة تعمل على تفكيك الأشياء لتسهيلها وتقبلها من خلال التفكير، لأننا اليوم علينا أن نبتعد عن التلقين الذي بات مملا لعقل القارئ ولقلبه أيضا، فصار علينا أن نترك له سطرا فارغا يكون فيه من خلال هذا السطر يكون فيه هو بطل الحكاية أو أحد أبطال الحكاية، ولا يحق للكاتب أن يكون له الدور وحده. وأيضا من خلال العمل على تحفيز فهم الأشياء بطريقة الزجاج، لأن المرايا تجعلنا ندرك ما أمامنا فقط وننظر إلى وجوهنا وحدها، لكن الزجاج يجعلنا نرى حاضرنا عن طريق ماضينا ويحيطنا بالمشهد كاملا، الظرف الواقع والمقابل، مما يسهل علينا التصالح مع واقعنا أكثر الذي هو نتاج ماضينا وحصيدة حاضرنا القادم. أخرجت المرأة من دورها المعتاد الذي صار علينا تحريرها منه، وهو دور الضحية، لأنها لم تعد أما أو عبدة، وهذا ما يتوجب على كل كاتب الوصول والبلوغ إليه. حصرت الحب في حالات كثيرة لأننا لم نعد ننظر له بحالة واحدة، بل علينا وضعه في قصص تجتاحه بشكل أكبر. المدينة عمان، وعمان تحتاج إلى أن تكون وجهة كل كاتب أردني، لأننا عرفنا كل المدن الأخرى من خلال القصة والقصيدة. فبحثت في عمان وجدتها مدينة الفصول العشرة التي تنعم بما تفتقده كثير من المدن، وهي أن تعيش كل فصل بفصله فيكون لك قصة وواقعا وحياة. من هنا كان كتابي دلالة لغوية عالية، رمزية عالية، فالمقعد الذي نجلس عليه يحمل مفاهيم كثيرة تعود على القارئ. من الضروري أن يكون الكاتب واضحا حتى وإن كان غير مباشر، فالوضوح هو سمة القصة الحديثة، ونحو تحديث القارئ يجب أن نسعى إلى تحديث الكاتب أيضا.
ضيفنا لهذه الحلقة الشاعر الأردني سعيد يعقوب. تابعوا حوارنا مع ضيفنا لهذه الحلقة ولكن بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد وحلقة جديدة من برنامج فضاءات. ضيفي لهذه الحلقة الشاعر الأردني سعيد يعقوب، حاصل على بكالوريوس في اللغة العربية من الجامعة الأردنية بتقدير امتياز، يعمل مدرسا للغة العربية في المرحلة الثانوية، أصدر 21 ديوان الشعر، كتب مسرحية شعرية تحت عنوان ورد وديك الجن، حاصل على عدة جوائز في الشعر، عضو مؤسس في الكثير من المنتديات الثقافية، صدرت عن مسيرته الشعرية دراسات نقدية كثيرة. فاسمحوا لي أن أرحب بضيفي. مرحبا بك أستاذ سعيد، أهلا ضيفا وسهلا. على فضاءات. أهلا وسهلا بك يا أستاذ محمد، وكل الشكر لك ولفضائية الرافدين ولبرنامج فضاءات. حياك الله. كما واضح أنه بالسيرة الذاتية أنك أصدرت 21 ديوان شعر، نبدأ بالديوان الأخير وهو حلم عابر. نعم. القصيدة الأولى تقول فيها: لا تسألي عني وعن أخباري، أنا محض سرا ما جب الأسرار. الخطاب لمن؟ هل الدنيا؟ هل الأقدار؟ هل هي أنثى؟ من المخاطب في هذا في مطلع القصيدة هذه؟ شكرا يا أستاذ محمد على هذا السؤال. حقيقة الأمر أنني أؤمن بأن هناك نص على النص، وأن النص في مظهره يخفي دائما في أعماقه نصا آخر. وتحديدا ديوان حلم عابر كان يسير وفق هذه الرؤية. فدائما ما أقوله لا أعنيه في ظاهره، وإنما أضع رسائل كثيرة داخل هذا النص. ومن هنا الأنثى في هذا الديوان لا تعني بالضرورة أن تكون أنثى من لحم ودم وعصب، والحياة قد تكون هي المخاطبة، والحرية الغائبة قد تكون هي المخاطبة، والوطن قد يكون هو المخاطب، والذات النفس قد تكون هي المخاطبة. هذا كله يصلح أن يكون المخاطبة في هذه الصيغة لا تسألي. وليس بعيدا أن تكون المرأة الحقيقية اللحم والدم والعصب هي أيضا المخاطبة. وفي حقيقة الأمر أنني أنظر إلى هذه الأشياء كلها مجتمعة على أنها شيء واحد، فإذا خاطبت أي واحدة منها فكأنني أخاطب جميع ما ذكرته. فلا تسألي. تقول: جسدي نفس في القصيدة نفسها: جسدي كتاب خطت الدنيا به عنف القضاء وقسوة الأقدار. يعني ماذا تريد من الحياة؟ أصدرت 21 ديوانا، حضور يعني لافت في المشهد الشعري اليومي سواء كان على الأردن أو الساحة العربية، ماذا تريد؟ لماذا أنت ناقم؟ ربما في آخر هذا الديوان هناك قصيدة تحمل عنوان حلم عابر، وهو اسم المجموعة الشعرية كلها. وهذه القصيدة ربما تلخص رؤيتي ونظرتي لقصائد هذا الديوان، أو ما تمثله قصائد هذا الديوان. فمطلع هذه القصيدة أقول: أشواق روحك ما لهن حدود، أشواق روحك ما لهن حدود. الإنسان بطبعه دائما يسعى إلى الكمال الذي لن يصل إليه، ولكن هو في رحلة بحث وفي رحلة سعي مستمر نحو الكمال ونحو طلب المزيد. ولذلك من يقول أنني اكتفيت فقد انتهى وحكم على نفسه بالموت. الإنسان في رحلة بحث دائم نحو الأفضل والأكمل والمزيد، ولا توقف ولا رضا عن مسيرة الإنسان الشخصية والاكتفاء بما حصل، وإنما هي أشواق لا حدود لها، أشواق روحية تبحث دائما عن الجديد، عن الأفضل، عن الأكمل، تسعى إلى أن تكون متميزة دائما ومتفردة، وأن لا تقنع بما حصلت.
من المكاسب المعنوية. لم تصل إلى التميز لحد الآن أو تقدر؟ هذا سؤال صعب أن أجيب عليه يعني. نعم. الأولى أن يجيب عليه الآخرون. نعم. ولكن حقيقة أقول بأنني عملت طوال حياتي في بأقصى طاقاتي الممكنة في أسوأ الظروف. عملت طوال حياتي في بأقصى طاقاتي الممكنة في أسوأ الظروف. جميل. والحقيقة أنني حتى يعني لا أبالغ أقول أنني حققت ربما ما لم يحققه شاعر أردني على الأقل من أشياء كثيرة جدا، سواء على مستوى الإصدار أو على مستوى التكريم أو على مستوى الانتشار والشهرة. ولكن هذا لا يقنعني. جميل. نسمع في حالة مستمرة من البحث عن الجديد والعمل والسعي نحو الأفضل. بالتأكيد. دائما نسمع القصيدة. نعم. القصيدة الأولى تحمل عنوان أنين الصمت. أخباري. وأقول فيها: لا تسألي عني وعن أخباري، أنا محض سر ماجب الأسرار. أنا هذه الدنيا بما تحويه من نزق اللهيب ورقة الأزهار، وبقبضة الدنيا أهد وأبتني ما شئت منها، والقرار قراري، جسدي كتاب خطت الدنيا به عنف القضاء وقسوة الأقدار، ودمي سعار الريح تجتاز المدى لم تعترف بهشاشة الأسوار، روحي عواء الذئب في فلواته، فيه لظى جمر ووقدة نار، ركعت على قدم الحوادث ذلة وهوت عواصفها أمام جداري، واستوطنت شفتي تراتيل الأسى فنثرتها بوحا على قيثاري. لا تحسبي هذه الحروف قصائدا أو أنها شعر من الأشعار، هي ثورة الغضب المزلزل في دمي محبوسة في هجعة الإعصار، شرر تطاير من مواقد نقمتي وحنين إخفاء إلى إظهاري، نزف بعيد الغور يندب جرحه شجر بلا ورق ودون ثمار. لا تسأليني من أكون، فما أنا إلا أنين الصمت في الأوتار. جميل. جميل. أنين الصمت في الأوتار. قصيدة أخرى بعنوان طائر الشعر، يعني هذه تصف القلق والبحث عن الشعر. تقول فيها مطلع القصيدة: أوغلت في أفق المجاز منقبا عن طائر الشعر المضمخ بالتعب. هل وجدت طائر الشعر؟ الحقيقة أن طائر الشعر يمثل إحدى المستحيلات، كما نقول المستحيلات ثلاثة. نعم. فطائر الشعر ربما يكون رابع هذه المستحيلات. الشعر لا يمكن القبض عليه. الشعر أشبه ما يكون بمادة هلامية أو أشبه ما يكون بالزئبق، فلا يمكن القبض عليه، ولكن هناك رحلة بحث خلفه. الشاعر إذا رضي عن نفسه وقال أنني كتبت القصيدة فعليه أن يعني يتنحى جانبا. الشاعر لا يرضى عن نفسه، وكلما كتب قصيدة مهما كانت هذه القصيدة جميلة وعظيمة ووجدت استحسانا لدى الآخرين ووقعت منهم موقعا حسنا، لكنه عليه أن لا يغر بهذا الأمر، وأن يكتب القصيدة ثم يتركها خلفه للبحث عن قصيدة جديدة. فهذا الشعر هو طائر، وهذا الطائر لا يمكن القبض عليه ولا يمكن الإمساك به، هو طائر مراوغ، طائر محتال. نعم. دائما يقترب من يد الشاعر فيدفعه للركض خلفه، ولكنه سرعان ما يطير. نعم. ويبقى في حالة. نعم. في حالة القلق المستمر، وهذا القلق هو سر الإبداع. طيب، أنت تقول في ختام القصيدة: ورجعت أبحث عنه في قلب الذي يأوي إليه اللحن الشجي إذا هرب. نعم، صحيح. طيب، ما دام هو موجود في قلبك، لماذا تبحث؟ نعم. عنه؟ نعم، هو حقيقة الأمر أن هذا الطائر. نعم. طائر الشعر الذي لا يمكن القبض عليه، ما هو إلا المشاعر والأحاسيس في أسمى صورها، في. نعم. أعظم
تجلياتها. هذه التجليات وهذه المظاهر هي الأحاسيس والمشاعر في القلب، فلا يمكن للشاعر أن يكون بمكان متميز وأنه حقق إنجازا طيبا إلا بالإخلاص للشعر، وهذا الإخلاص لا يكون إلا بمشاعر الصدق والانتماء للذات، أن يعبر عن نفسه يعني بالصدق. هل المشاعر والإخلاص المشاعر يكفي لأن يكتب واحد شخص شعرا طبعاً جيدا؟ طبعا طبعا هو لا يكفي وحده دون الأداة الفنية، لكن إذا كان الشاعر ممتلكا للأداة الفنية منحازا لمشاعره وأحاسيسه يعبر عنها بالصدق بعيدا عن، إذن يجب أن يمتلك أدوات الشعر أساسا قبل يجب طبعا ما هي ما هي الوسيلة أن يعتمد على هذه الخصيصة الأخرى ما هي مشاعر صادقة. نعم، ما هي وسائل التعبير، أدوات التعبير؟ نعم، لابد من لغة سليمة، لابد من أداة، هذه الأداة وحدها لا تكفي. فالذي ينظم المنظومات هو يمتلك الأداة، ولكنه لا ينظم لا يمتلك الفكر والأحاسيس والمشاعر. علينا أن ننحاز للقضايا النبيلة في الحياة، علينا أن ننحاز لوطننا وقضايا وطننا وأبناء شعبنا وجراحه وآماله وكل ذلك نجد صدى له في قلوبنا. هناك من يقول هذه ليست مهمة الشاعر، هذا هو حر في نظرته، نحن لا نكمم الأفواه ولا نقيد حرية الآخرين ولا نحجر على عقول وتفكير الآخرين، ولكن نحن أيضا لنا رؤيتنا التي نشعر بأنها حقيقية وصادقة ونؤمن بها، وهي أن الشاعر والشعر له وظيفة في الحياة وهو له رسالة وعليه أن يؤديها. والشاعر الذي لا ينحاز إلى شعبه آمالا وآلاما فما قيمته في الحياة وما قيمة ما يكتب؟ إذا أنا لم أعبر باعتباري أصلا أنا جزء من هذا الشعب أشعر بما يشعر به من فرح أو حزن، فإذا أنا لم أعبر عنه فلا قيمة لما أكتب، ولن يجد صدى لدى الآخرين ما أكتبه، وإنما نجد محبة الناس عندما نلتقيهم لأننا نعبر بلسانهم، هم لا يستطيعون أن يعبروا كما نستطيع نحن أن نعبر، فنحن نعبر بلسانهم، نعبر عن ضمائرهم، نعبر عن مشاعرهم وأفكارهم وعقولهم وقلوبهم، ولذلك هم يحبوننا لأنهم يجدون فينا مرآة لهم، يبصروننا يبصرون أنفسهم من خلالنا، ولذلك نجد منهم المحبة والتقدير. الشاعر هو لسان قومه، كان ولازال وسيبقى، وهو المعبر والصوت الحقيقي لأبناء وطنه وأمته. جميل، إذن دعنا نبحث عن طائر الشعر معك من خلال القصيدة. نعم، بودي أن أقرأ من ديوان حلم عابر هذه القصيدة التي ربما تكون لها علاقة بطائر الشعر. أقول: ولي قلب يسيل هوى وحبا، ولي قلب يسيل هوى وحبا، تعود أن يحب وأن يحب، يرى في الكره معصية وكفرا، ويبصر في الأذى إثما وذنبا، ويغفر للجنات عليه حتى وإن كان الذي فعلوه صعبا، كأن القلب في صدري مروج تفيض تألقا وتموج خصبا. جميل، فهذا القلب ما هو طائر الشعر. نعم، حقيقة جميل. ننتقل إلى الديوان الآخر الذي صدر في العام نفسه لحلم عابر، وهو دمعة وفاء. هذا الديوان مقسم، أو أنك قسمته إلى خمسة أجزاء، كل هذه الأجزاء وكل القصائد كانت تتحدث عن الموت وعن الفراق وعن وعن هذه الإرهاصات والأحزان والمشاعر التي تنتاب الإنسان بفقد عزيز، وبعض القصائد أيضا تحدثت عن رجال يعني غادروا الحياة شهداء ثبات على القضية. عملية جمع القصائد كلها بلون واحد أو قضية واحدة، هل هناك قصدية بهذا؟ نعم هذا طبعا الأمر؟ بالتأكيد. ما هي نعم. حقيقة الأمر، ديوان دمعة وفاء هو ديوان متخصص في فن الرثاء. نعم. ولا أعلم حتى هذه اللحظة ولم أطلع على ديوان متخصص في الشعر العربي في فن الرثاء أصدره شاعر، ويعتبر هذا الديوان يعني رائدا في هذا الفن،
فهناك في أدوين الشعراء نجد داخل الديوان الواحد بابا للرثاء ربما، أما أن يخصص ديوان كامل من ألف إلى ياء في الرثاء فأنا لم أجد. هذا الديوان صدر في 5 أبواب. الباب الأول نظرات عامة في الموت، يتحدث عن الموت بشكل عام، والقسم الثاني هو في رثاء الشخصيات السياسية والتاريخية مثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وصلاح الدين الأيوبي وصدام حسين والملك الحسين رحمه الله وياسر عرفات رحمه الله ورحمه الله جميعا وغيرهم من الشخصيات السياسية والتاريخية الذين تركوا أثرا وراءهم. نعم. الباب الثالث كان في الشهداء في الأردن وفلسطين. نعم. ومن أبرز هؤلاء يعني كان كايد مفلح العبيدات، هذه الشخصية العظيمة التي تعتبر أول شهيد أردني سقط على تراب فلسطين عام 1921 وكنت أنا الشاعر الأردني الوحيد الذي قام برثاء الشعر الفصيح، لم نعم. يلتفت إلي أحد، رثي بقصيدة للشاعر الدوقراني بالنبطي أو نعم. الشعر العامي، ولكن لم يلتفت إلي أحد من الشعراء الشعر الفصيح. إبراهيم الدوقراني على ما نعم, نعم الشاعر ورحمه الله، وكان معاصرا له عندما توفي. في أي معركة استشهد؟ كانت هي تل الثعالب، تسمى معركة تل الثعالب بالقرب من بيسان. نعم. وكان هو على مجموعة من أبناء شرق الأردن خرجوا للدفاع عن فلسطين وقاوموا المحتل وأسقطوا عددا من القتلى منهم، ثم استشهد رحمه الله في وقت مبكر. فيعتبر كايد مفلح لبدايات رحمه الله أول شهيد أردني سقط على تراب فلسطين الحبيبة. هذا يعكس مدى تعلق الأردنيين بفلسطين ومدى دفاعهم المبكر عنها ووعيهم لما يدور ويراد لفلسطين في ذلك الوقت في مطلع القرن العشرين. ولذلك هذه شخصية مهمة لم يلتفت إليها أحد من الشعراء للأسف الشديد. كنت أنا ربما يعني لأن الحادثة بعيدة رثاه بهذه القصيدة، ربما الحادثة لأنها بعيدة عن الشعراء المعاصرين الآن لم يكتبوا عنها. الشاعر يعيش في الماضي كما يعيش في الحاضر كما يعيش في المستقبل، ولذلك لا عذر للشعراء في لماذا أرثي أنا عمر بن الخطاب الآن، لماذا أرثي صلاح الدين الآن، أستحضر هذه الشخصية من أجل أن أجعلها يعني أجعلها دافعا للحمية للاستحضار التاريخ استثارة الهمم. نسمع شيئا من القصيدة. نعم. رثاء كايد مفلح العبيد. نعم. القصيدة تحمل عنوان ارتباطه بقضية فلسطين. ارتباطه بقضية فلسطين، والقصيدة تحمل حقيقة عنوان العاشقان. نعم. وقد صورت مفلح كايد مفلح العبيدات بعاشق يذهب للقاء عاشقتي، ولذلك جاءت هذه القصيدة على نحو مغاير لقصائد الرثاء. نعم. من حيث أنها تبدأ بالغزل وتبدأ بلقاء عاشقين ولقاء محبوبين، ثم بعد ذلك يكشف عن شخصيته. هذا فيه عودة إلى تراث الشعر العربي. نعم. غالبا ما كان الشعر العربي يبدأ. نعم. ولكن أن تكون قصيدة في الرثاء فهذا هنا الغرابة. نعم. نعم. أقول خلي عنك الملام وطوي العتابة، لا تزده على العذاب عذابا، واعذر الصب إن دعاه حبيب بعدما طال هجره فاستجاب، فأتاه يدوس جمرا وشوكا وتخطى لأجله الأبواب، فشفى باللقاء غلة شوق لو يمس الحديد والصخرة، ذاب وروى قلبه بكوثر ثغر حينما قبل الثنايا العذاب، سألته لما تساقط عنها ما اعتراها توجسا واضطرابا، يا حبيبي فداؤك النفس أخبرني ألم تحسب للعداة حسابا، كيف غامرت بالوصول وحولي قد أقاموا أسنة وحرابا، قال أنت التي سألت قدومي وأنا كنت للسؤال جوابا، وهبيني ضللت كل محب في هواه يرى الضلال صوابا، آية الصدق في الهوى أن يكون العاشق الصب باذلا وهابا، إن دعاه إلى اللقاء حبيب لم يخفه الأذى وخاض الصعاب، ترك الكون خلفه وأتاه يستحث الخطى ويسجي الركاب، فدع اللوم واتركيني عيونا تشرب الحسن فاتنا جذابا، ثم قام إلى العناق وهام في سماء الهوى وطاف وغاب،
شربا نخب الأمنيات عبيرا وغراما عفا وشهدا مذابا. قال لما أتته تحمل كأسا: جنبيني الكؤوس والأكواب وامنحيني سلاف عينيك، إني قد كفتني عيناك هذا الشراب. ثم زيديني من حديثك إني أتشهى حديثك الخلاب. وتشاكى كل هواه وراحا يضغمان المدى هوى وشبابا، وتماهى كل بروح سواه من رأى العاشقين والأحبابا. هل عرفتم من الفتى وعرفتم من دعاه لوصله فاستجاب؟ إنه كايد وتلك فلسطين وهذا حب سبى الألباب. قصة تملأ النفوس انبهارا وتثير الفتون والإعجاب. جميل. أكتفي بهذا القدر من هذه القصيدة الطويلة، ثم بعد ذلك يأتي الحديث عن شخصية مفلح بعد أن وطأت لها بهذه المقدمة الغزلية مغايرا أسلوب الشعراء عادة في الرثاء الذي يبدأ غالبا بالدموع والحزن والأسى والبكاء وغير ذلك. هناك شخصيات كثيرة غير هذا النوع كتبت لي؟ نعم، قلنا بأن هذا الكتاب جاء في خمسة أقسام أو نعم. خمسة أبواب. الباب الأول في الموت بشكل عام، وفي الباب الثاني في الشخصيات السياسية والتاريخية، والباب الثالث في رثاء الشهداء، والباب الرابع في رثاء الأصدقاء، والباب الخامس في والأقرباء طبعا، والباب الخامس جاء في رثاء الفنانين والسياسيين والعلماء والشعراء. فلذلك تنوعت شخصيات هذا الديوان. نعم. من كل شرائح المجتمع كان هناك تركيز على قيمة الشهادة والشهداء وعلى الذين تركوا أثرا في الحياة من الشخصيات العامة. أما بقية الشخصيات التي قمت برثائها من الأصدقاء والأقرباء فهؤلاء كنت مفجوعا بهم، ولذلك هذه القصائد كانت تسيل عاطفة صادقة وأحاسيس ومشاعر. هذا الديوان بعيد كل البعد عن التكلف والنظم. نعم. جميل. بودي أن أتحدث عن موضوع النظم. نعم. كما قلت. نعم. ولذلك فإما شخصيات محبوبة يجلها الناس وأحبها. نعم. أنا شخصيا، فأين التكلف وأين النظم في ذلك؟ نعم. وشخصيات تخصني والدي، أين التكلف في رثاء والدي أو النظم في رثاء. نعم. أخي وشقيقي أو في رثاء من هم يعني قريبين مني. واضح. نسبا أو صداقة. نسمع هناك من بعض النقاد، بعض بعض متذوقي الشعر. نعم. بعض الشعراء يقول لك أنه هذه القصيدة، عندما يسمع قصيدة يقول لك هذا قصيدة نظم وليس شعر. نعم. بودي أن حتى يعرف أيضا الجمهور. نعم. الفرق بين. نعم. بين النظم وبين. أشكرك. وبين. نعم. الشعر. حقيقة الأمر أنه كثير من الناس يخلط بين النظم والشعر ولا يتبين مصطلح النظم وما المقصود بالنظم. كثير من الناس يعني تكون لديهم تهمة معدة مسبقا لقصيدة الشعر العمودي بأنها نظم. ومن يقول ذلك حقيقة أنه يعكس جهله بعملية التفريق بين الشعر والنظم، لأن النظم هو عبارة عن قصائد مخصوصة كتبت من أجل أهداف تعليمية أو أهداف معينة، يعني حتى يحفظها لسهولة الحفظ للطلاب أو للآخرين، مثل ألفية ابن مالك كما هو معروف في النحو، حيث وضع ابن مالك قواعد النحو والصرف في اللغة العربية في ألف بيت من الشعر. هناك أيضا منظومات في الفقه وفي الرياضيات وفي التلاوة والتجويد، أحكام التلاوة والتجويد والحوادث التاريخية الكبرى. كتبت هذه القصائد لتقرير حقائق، فهي مجردة من العاطفة والإحساس، وكتبت من أجل أن تحفظ ويسهل حفظها بهذه. نعم. الصورة. لذلك نقول عنها منظومات. نعم. فهي ليس فيها عاطفة وليس فيها تدخل شخصي من قبل الكاتب الناظم. يعني نعم. أحيانا نسمع قصيدة لشاعر يتحدث عن قضية، يتحدث عن خلال القصيدة عن علاقة حب، ومع ذلك نسمع من نعم. من بعض السامعين بأنه نظم. بأنه نظم. هذا لا يميز بين النظم والشعر. لا يمكن أن تدخل العاطفة والمشاعر والأحاسيس في قصيدة ونقول عنها نظم،
نقول نظم فقط عن المنظومات التي تخلو من العاطفة ومن المشاعر ومن التدخل الشخصي للكاتب فيها، فقط هو يسرد حقائق، يسرد معلومات لسهولة الحفظ كما قلنا. أما القصيدة قد تكون قصيدة عمودية على سبيل المثال، وباهتة كابية شاحبة فيها عاطفة، ولكن عندما نصنف هذه القصيدة كيف نصنفها؟ نقول أنها شعر ولكنه شعر رديء، يعني أن الشعر طبقات، فهناك شعر رديء وهناك شعر جيد وهناك شعر ممتاز. إذن ما يقصد بالنظم الرداءة في القصيدة، هي قصيدة لكن القصد فيها أنها خلت من الفنية، خلت من التصوير، خلت من الإبداع، هكذا المقصود؟ يعني الأولى أن نقول قصيدة رديئة بدل أن نقول نظم، لأن النظم كمصطلح يعني منظومات من الشعر أو الكلام الذي وافق الوزن والقافية وقصد منه كاتبه أسرد معلومات دون مشاعر وعواطف. بدي أسألك عن ما يسمى بشعر النثر. أنت من الشعراء المتمسك بعمود القصيدة، صحيح، بالقصيدة العمودية والقصيدة العربية أو ما يسمى بالقصيدة الكلاسيكية. كيف تنظر إلى هذا اللون الجديد الذي يسمى شعر النثر أو قصيدة النثر؟ كما هو معروف بأنه الشعر الآن يعني يقسم إلى ثلاثة أقسام: القصيدة العمودية أو الكلاسيكية التي نكتبها كالتي يعني نكتبها، وقصيدة الشعر التفعيل القائم على وحدة تفعيلة بعد أن يعني ذهبت عدد تفعيلات في البيت الواحد، لم تعد التفعيلات في البيت الواحد منضبطة بعدد محدد، فهذا يسمى شعر التفعيلة وحرر من القافية. أما القصيدة النثرية فهي لا تلتزم بوزن ولا تلتزم بقافية. نحن ننظر إلى قصيدة النثر بأنها واقع موجود باعتبار أنها نمط أدبي كتابي جديد، نمط أدبي كتابي جديد إبداعي، بعض نماذجه في غاية الروعة إذا توفرت فيها شروط قصيدة النثر. لكن للأسف الشديد اليوم ننظر بأنه أي إنسان لا يتقن الوزن ولا يعرف شيء عن الشعر ويكتب أي كلام يسميه قصيدة نثر. نحن نرفض مثل هذا الأمر، يعني استسهالا من الناس بدأوا يكتبون لأنهم يتخففون من الأعباء والقيود التي تفرضها عليهم قصيدة تفعيلة. يعني أنت لا تعترض على التسمية وإنما تعترض؟ لا أعترض على التسمية، أنا طبعا أنا أعترض على التسمية. أقول أيضا بأن قصيدة النثر لا يمكن أن نطلق عليها، نختلف مع أصحابها حول المصطلح حول التسمية. فنقول لا يمكن أن نجمع بين الليل والنهار في لحظة واحدة، أو أن نجمع بين الغياب والحضور في لحظة واحدة، كذلك لا يمكن أن نجمع بين الشعر والنثر في شيء هناك واحد. جانب آخر بدي أن أسألك. لذلك أقول بأن المصطلح نحن نختلف معهم على المصطلح، يبحثوا عن مصطلح آخر. هو نص واقع موجود ممارسة له شروطه جميل جدا، ولكن نختلف معهم في تسميته بالشعر، فنقول اختاروا له قصيدة مصطلح النثيرة على سبيل المثال. طيب، أين المشكلة؟ وقد تكون هناك نصوص من قصيدة النثر كما يقولون بأجود بكثير من قصائد الشعر العمودي. الجمال ليس حكرا على شكل من الأشكال، نختلف معهم فقط حول استسهال كتابته لمن لا يحسن كتابة وعدم إيمانه بأن هناك شروط يجب أن تتوفر، وفي المصطلح فنقول لا يمكن أن نقول عنها قصيدة وإنما نقول عنها نثيرة. أنت تختلف مع على تسمية، ماشي. بودي أن أسألك عن موضوع آخر حقيقة، يعني هناك نسمع بروائيين وقاصين مبدعين طبعا ولهم مؤلفات وكتب كثيرة، الآن لديهم محاولات في كتابة القصيدة وكتابة الشعر. لماذا تفسر ذلك؟ حقيقة الأمر أنه أنا ما لاحظته شخصيا أن هناك كتاب، أن هناك شعراء بدأوا يقومون بكتابة الرواية. يعني بمعنى آخر السؤال بشكل عكسي، يعني بدأوا يكتبون الرواية وليس الروائيون بدأوا يكتبون الشعر. حقيقة الأمر أن هناك مقولة مفادها أن العصر هو عصر الرواية، وأن الرواية أصبحت هي ديوان العرب وليس الشعر هو ديوان العرب. لذلك كثرت الجوائز في الروايات وكثر قراء وشراء الرواية وكسد سوق الشعر، فكثير من الشعراء وهم أصدقائي وأعرفهم وألاحظ يعني بأنهم كانوا مبدعين في كتابة القصيدة ولكنهم تركوها وبدأوا يتوجهون نحو كتابة الرواية.
لماذا؟ لأن سوق الرواية رائج، يجدون يعني من يشتري هذه الرواية في الأسواق، في المعارض الكتب، في إقبال على قراءة الرواية، وكأنهم آمنوا بأن العصر هو عصر الرواية وليس عصر شعر. نعم. وطبعا أنا بالنسبة لي أختلف معهم كليا، فأقول بأنه الشاعر عليه أن يتخصص، حتى أنني متخصص في داخل التخصص الواحد. إذا كان شاعرا حقيقيا، فأقول بأنني لا أكتب قصيدة العمودي كما تعلم. إن كان شاعرا حقيقيا، هل يعقل أنه يترك صهوة الشعر ويذهب إلى هذا ما أردت من جملة الأخيرة، وهي عليه أن يكون مخلصا للشعر. نعم. وعليه أن يكون متخصصا حتى داخل التخصص الواحد. هو أنني أكتب في الشعر، أكتب القصيدة العمودية. نعم. لذلك أحشد كل قواي وقدراتي في هذا اللون، وربما هذا أحد أسرار إذا كان هناك إبداع فهو. نعم. أحد أسرار الإبداع. بودي أن نسمع قصيدة قبل أن نعم. نختم هذا الحوار الممتع. نعم. أريد أن أقرأ قصيدة من ديواني حلم عابر، من ديوان حلم عابر. لا بأس. بعنوان لا تخذليه. أقول فيها: لا تخذليه كفاه من خذلوه، لا تفعلي مثل الذي فعلوه، لا تتركيه يتوه في ظلماته فبغير نورك في الظلام يتوه، مدي له كف الحنان لعله يشفى من الهم الذي يعروه، واسقيه من فيض الرضا فلطالما أدنى أحبة قلبه حرموه، وترفقي ما شئت أن تترفقي، واشفي لي الجرح الذي نكأوه، عيناك نجمي حين ليلي حالك، ويداك دربي والمدى مشبوه، أمشي إلى حلمي وكم تشكو الخطى مني، ويسخر من خطايا التيه، وأنا حكاية عاشق لم تروها شفة، وطال حروفها التشويه، ماض وأدري كم تخاتلني الرؤى، ولكم تراءت بالقناع وجوه، سار إلى الأفق البعيد يشدني عزم على وقع الخطى أتلوه، ما فت في عضد القتاد ولا اللظى، أو صدني التحذير والتنبيه، نص العلا ما زلت أحفظ متنه، نص العلا ما زلت أحفظ متنه، وأجل من بدم الفدا كتبوه، هذه طريق الذاهبين لحلمهم، ما هم إن نالوه أو خسروه، وبعرفهم أن الخسارة مكسب، وبأن ما أخذوا الذي بذلوه، لا يستوي في مذهب الوطن الأولى صانوا حماه مع الأولى خانوه، قدر المضي إلى الأمام مطاردا حث الخطى قدام من تبعوه، بيدي مصابيح الحقيقة زيتها دمعي وطهر دم الذي سفكوه، يا موطنا ما ضره أعداؤه لو لم يعنهم أهله وبنوه، جرحي بكفي كيف أشكوه، وهل يجدي فتيلا أنني أشكوه، القدس تجمعنا على تقديسها، من شذ فهو الخائن المكروه، والقدس عاصمة العواصم كلها، أهناك للقدس الشريف شبيه، ماض إلى حلم البعيد يزفني شوقي إلى أمل الذي أرجوه، لا أشتكي لو طال نسب مواجعي وتكاثر التزييف والتمويه، ما دمت أنت معي فليس يضيرني ما حاكه متخاذل وسفيه، وغدا ترف على النجوم بيارقي فأفاخر الدنيا بها وأتيه. جميل جميل، بوركت بوركت، استمتعنا بهذا القصيد الجميل، وشكرا لك الشاعر الأردني سعيد يعقوب. كل الشكر والتقدير على هذا التطواف في حضرة الشعر. كل الشكر والتقدير لك يا أستاذ محمد، سعيد بهذه الحلقة الجميلة التي وأنا سعيد أيضا يا سعيد أجرينا. شكرا لك. سلم. شكرا لك. شكرا سلم. لك يا أخي محمد. أعزائي المشاهدين، أشكر لكم حسن المتابعة، حتى ألتقيكم في حلقة أخرى من فضاءات، أستودعكم الله والسلام عليكم.